وقد بلغ رصيد أحد هذه الحسابات مبلغ 1,975,409 أورو، ليتم بعدها ودائما في إطار التعاون الدولي حظر جميع العمليات البنكية على هذه الأرصدة. وبناء على هذه المعطيات أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع، وتم تكليف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر العاصمة بذلك. وقد انصب التحقيق على محورين: المحور الأول يتعلق بشخص المشتبه فيه ومساره الوظيفي، أين تبين أن الأمر يتعلق بالمسمى ح عين، يبلغ من العمر 61 سنة، تقلد عدة مناصب بالديوان الجزائري المهني للحبوب ابتداء من سنة 1987 بصفته مكلف بالدراسات، ثم مدير للتجارة الخارجية قبل أن يشغل في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2020 منصب مفتش عام، ثم مستشار بالديوان الجزائري المهني للحبوب له صفة إطار مسير. وخلال مساره المهني كانت له صفة عضو بلجنة الصفقات، كما ترأس اللجنة الخاصة بالنقل البحري. وقد سجل للمشتبه فيه حركات كثيفة عبر الحدود الوطنية ذهابا وإيابا من الجزائر إلى دولة فرنسا بمعدل مرة كل شهرين، مع إقامة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام. المحور الثاني للتحقيق انصب حول حصر الأملاك العقارية والمنقولة للمشتبه فيه ومدى تناسبها مع دخله السنوي. ليتم لحد الآن تأكيد امتلاكه لعقار عبارة عن فيلا بمساحة إجمالية تقدر ب 513 متر مربع، تقع بالجزائر العاصمة، تاريخ اقتنائها كان في 10 مايو 2004. عقار ثاني عبارة عن محل تجاري يقع بالجزائر العاصمة بمساحة 200 متر مربع، تم اقتنائه بتاريخ 19 مارس 2005. عقار ثالث عبارة عن فيلا بمساحة 110 متر مربع يقع بالجزائر العاصمة، تم اقتنائه بتاريخ 8 سبتمبر 2009. عقار رابع عبارة عن شقة بمساحة 186 متر مربع تقع بالجزائر العاصمة، تم اقتنائها بتاريخ 12 نوفمبر 2009. حسابات بنكية على مستوى مؤسسات مالية مختلفة بالجزائر بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، بها مبلغ إجمالي يقدر ب 39,359,778 دينار جزائري، أي ما يقارب 4 ملايير سنتيم، ومبلغ 61,642.36 أورو، ومبلغ 12,961.17 دولار أمريكي. كما تبت لدى المشتبه فيه حيازته لثلاث حسابات بنكية بالخارج، اثنان منها بدولة لوكسمبورغ والثالث بدولة فرنسا، بمبلغ إجمالي يقدر ب 2,016,067 أورو، ومبلغ 2,081,662 دولار أمريكي. وفي إطار إجراءات التحقيق أدنت نيابة الجمهورية بتفتيش مسكن المشتبه فيه، وكان من بين ما ضبط به مبلغ 3,020,000 دينار، أي 320 مليون سنتيم، مبلغ 3,300 جنيه استرليني، مبلغ 106 دولار أمريكي، مبلغ 12,710 أورو، بالإضافة إلى وثائق وأختام خاصة بالديوان الجزائري المهني للحبوب، وكذا كشوفات خاصة بالحسابات البنكية التي يحوزها المشتبه فيه بالجزائر وبالخارج. القضية حاليا مطروحة أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائري الوطني الاقتصادي والمالي، وقد صدر أمر بالوضع عن الحبس المؤقت ضد المتهم حاء عين عن تهم الإثراء غير المشروع، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال، وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف من وإلى الخارج. التحقيق حاليا بصدر
بصدد إصدار إنابات قضائية دولية من أجل حصر تجميد وحجز جميع العائدات محل الجريمة التي من أملاك عقارية منقولة أو مبالغ مالية لفائدة الدولة الجزائرية. تلك هي العناصر المستخلصة من الإجراءات دون تقييم للأعباء التي ارتأت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائري الوطني الاقتصادي والمالي إفادة الرأي العام بها مع مراعاة قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد. قبل أن نرفع هذه الندوة لا بأس أن نتلقى سؤالين أو ثلاث عن هذا الواقع. كل شخص يعرف بنفسه بالعنوان تاع الجريدة. تفضل. لحد الآن محل الاتهام هو شخص واحد، التحقيق ممكن أنه يكتشف تواطؤ أشخاص آخر. بالطبع هو تم سماعه أمام الشرطة القضائية في إطار التحقيق الابتدائي، وقاضي التحقيق راح يسمعه في إطار التحقيق القضائي باش يتأسس كطرف مدني في الواقع. تفضل. اسمح لي ما سمعتش مليح. لا نعرف واحد ديوان الحقوق. تقدم ما عليك. انا قالت لي قلت لك تقدم باش نسمعك. نعرفوا انه ديوان الحقوق سيدي وكيل ديوان الحقوق خاضع لسلطه وزير الفلاحه. هل تم الاستماع لوزراء الفلاحه الذين شغلوا المنصب اثناء تولي المفتش العام المنصب؟ لا، التحقيق في البدايه تاعو ممكن انه يتوسع الى اطراف اخر. تفضل اخر سؤال. تفضل. هل وقعت هذه الحاله لها علاقه بشكونات القانون الفيصل داني اللي كانت اقتصاد جزائر في الاشهر الاخيره؟ يعني هل المتهم عنده علاقه بهذا الشيء؟ لا، لحد الان ما كان حتى علاقه ما بين القضيه الاولى وهذه القضيه. نكتفي بهذا القدر من الاسئله. وسيد شاكر لكم على حسن الانتباه تاعكم. الى لقاء اخر ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، من الندوة الصحفية لوكيل الجمهورية لمحكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى مباشرة إلى وزير الطاقة والمناجم، طبعا مباشرة وتصريحات الوزير. يكونوا كذلك مشاريع أخرى للنهوض بهذا القطاع بالنسبة لاستغلال كل المناجم المتوفرة والمواد المعدنية المتوفرة.